أنا من زمان بحب الخط يعني، ودرسته واشتغلت شوية في التلفزيون قبل الكتابة الإلكترونية ما تطلع كخطوط يدوية يعني، وطول عمري بحبه يعني كحاجة بتساعدني يعني وبلاقي نفسي فيها. وبعدين ابتديت الحقيقة من سنتين ثلاثة بس أخش في موضوع الرسم يعني، وأعمل الموضوع بتاع الموزايك ده يعني بالألوان المية يعني. أنا في لوحة شفتها في كتاب تعليم فني كده مرسومة شمعة على أساس إنها تتنفذ موزايك، فأنا قلت هنفذها بألوان مية يعني، ونفذتها بألوان مية فعلا وطلعت جميلة. فمن هنا جت الفكرة يعني إن أنا ممكن أعمل أشكال كتيرة، سواء كتابات أو رسم وتكوينات تدي إحساس الموزايك. اهم حاجه في لوحاتي الخلفيه بتاعتها يعني، ممكن يكون في ورده او كتابه، الخلفيه هنا جزء كبير من الموضوع، هي اللي بتديله رونق، هي اللي بتظهر الحاجه، وهي اللي بتديها بعد تاني وشكل جديد. فببتدي اقسم الخلفيه يعني كشكل وكلون، وبعيش كتير بقى في الموضوع ده، وممكن اعمل لون وبعدين اعيد عليه لون تاني، والموضوع ده قابل لكده يعني، اعمل لون معين وما يعجبنيش اعمل لون عليه. في بعض اللوحات عملت 12 طبقه لون يعني، وكل ما تاخد طبقات اكتر على فكره بتدي طعم احلى يعني. اللوحه ممكن تاخد مني من 5 ساعات ل 20 ساعه طبعا، بقعد عليها على كذا قاعده يعني عشان ما يبقاش في ملل، وكل ما بتقعد اكتر كل ما بيبقى مخي بيشتغل معاها اكتر يعني، بفكر فيها اكتر. الخلاصه ان انا بعيش اللوحه بتاعتي كما لو كانت مولود كده، اتمنى ان يكون في ابهى صوره يعني. انا ممكن حكمه ظريفه تخليني اعمل لوحه، بيت شعر حلو تخليني اعمل لوحه يعني، بحس ان دي كانها رساله موجهه فعايز اطلعها في احسن صوره يعني. جمال الخط يزيد الحق وضوحا. انا لا اندرج تحت طائفة الفنانين المحترفين، انا هاوي واظل هاويا واحب ان اكون هاويا، لان انا بشبع رغبات عندي في الهواية بتاعتي. انا مش بعتبرها مهنة اطلاقا يعني، حتى ما احبش ابيع لوحات يعني. احب اشتغلها عشان الناس تتفرج عليها، وانا ماشي بنظام اجرب واغلط واصحح نفسي، ويعني بكون خبرات من التجارب دي كلها يعني.